هذا رجل متزوج وساكن في شقة ومعه جيب لاند كروزر مدير 85 أبيض، وجاره مع جيب لاند كروزر 85 وساكنين تحت عمارة. واحدة من الحريم شافت زوج الرجال هذا، شافت الرجال هذا في إحدى الأسواق يتمشى ويترزز وصورته وارسلت الصورة لزوجته. شافت زوجها في كفي ويناظر الحريم رايحين جايات، وتاخذ لها شاكوش وتنزل على الجيب وتكسره القزاز والبيبان. المهم الجار نزل لقى جيبه مكسر، هي تحسبه جيب زوجها وكسر، وكسرت جيب الجار الجيوب جنبه عض اثنين. الرجال جاء قال يا جار، قال نعم، قال مو بحق عليكم الكاميرات صورت زوجتك تكسر سيارتك. قال افاق متى؟ قال يوري الكاميرات لهذه بعباتها كسر القزاز القدامي والجنوب اصطبات. قال يا والله يا اخي انا ما اقدر اقول شيء، لكن تقدر تشتكي، انا ما عندي فلوس ادفع. اشتك زوجتك؟ قال والله ما انا مشتكي، ان كان جاكم مني اذيه ولا سبب ان يدعو لهالشيء انا والله راضي. قال لا والله ما جاء منك شيء، والمراه غلطانه وانت بامكانك تشتكي، لكن تدري خلني اكلم ابوها واخوانها. يقول اكلم ويعطين رقم ابوها وكلم ابوها واخوانها ويجوني ويشوفون الوضع ويشوفون الكاميرا. قالوا بس بس اللي تبي حاضر، عطنا السياره. وياخذون السياره ويدخلونها الورشه ويصلحونها احسن جديده ويرجعونها. الثلاث مواقف يا اخوان اللي انا اذكرها ويا اخوات، شده الغضب ورده فعلك لها دور كبير في انها حياتك تستمر او تنتهي. القصه الاولى او الثانيه او الثالثه ما انت ملزومه، انت عندك حياه كريمه وعندك زوج يصرف عليك، لا يصير رده فعلك سريعه. اصبري وصلي ركعتين واسترجعي واعرفي كيف تنحل الامور، وفي مستشارين وفي مشايخه وفي كتب وفي برامج في الانترنت تتعلم كيف تتعاملين مع مثل هالمشاكل. ما لك عذر تجين سرعه غضب. الرجل ترى ما شاء الله تبارك الله يمكن عنده حكمه، يمكن عنده صبر، يمكن عنده، لكن لا توصلينا الى مرحله ان الغاز على طول تولعين الكبريت تفجرين الغاز هذا كله. ما انت محتاجه، انت اللي بتندمين. كثير من النساء اللي سببوا مشاكل تتمنى انها ما قالت الكلمه، تتمنى ان الامر ما صار، تتمنى ان امورها ترجع كما كانت. صارت عندها لها عبء يمكن، ولا اخوانها ما متزوجين، ولا ابوها متوفي، من يصرف عليها؟ ومن يصرف على عيالها؟ الزوج لا يعني، ولا تنسوا الفضل بينكم. مثل ما ذكر اخوي قال اكتبي 10 حسنات لزوجك وناظريها اقريها. اسال الله العلي العظيم ان ينفع بهالكلام، واسف للاطاله يا ابو العكس. بيض الله وجهك وجزاك الله خير وما شاء الله تبارك.